مصيبة المصائب أن الغيبة تخرج بقوالب مختلفة ذكر منها بعضها العلم. قال: ومن الناس من يغتاب ويخرج غيبته لأخيه بغالب الغير على الدين. يقول: الله المستعان، الله المستعان، انتهكت محارم الله وضعف الدين في الناس اليوم، فلان يفعل كذا وكذا. عقب هذه المقدمة يظهر نفسه نيش فيه غير على الدين والمنكرات وانتشرت، الله يستر عليهم غضب الله، فلان يفعل كذا وكذا، فأخرج غيبته لأخيه بغالب ماذا؟ الغضب والغير على الدين، هو يريد يغتابه بس عمل المقدمة هذه. قال: ومن الناس من يظهر الشفقة فيقول: مسكين، عده طيب، ابن حلال، المقدمة لا مشفق عليه، ثم يغتابه لكنه كذا وكذا. قال: ومن الناس من يدعو للمغتاب قبل أن يغتابه فيقول: الله يغفر له، الله يغفر له، يغفر والده، الله يستر علينا، ها سمعونا، الله يستر علينا عليه، الله 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 توب علينا عليه، يستر علينا عليه، يغفر له له، ثم يعطيه يغتابه. هذا على الله ما يخفى. وبعض العامة ماذا يفعل؟ ينفض ثيابه، شو يقول؟ اللهم لا تكتب على الغيبة، لا تكتب على الغيبة، حسب هذا قال: لا تكتب على الغيبة فقد برئ من الغيبة، اللهم لا تكتب على الغيبة، ثم يغتابه. هذا لا تخفى على الله عز وجل. ومن الناس من يقول قبل أن يغتاب: لا غيبة لا، ليس من باب الغيبة، لا غيبة، لا غيبة لا، لا أنا أقصد أن يغتاب، وليس معنى أن يغتاب، مقدم مقدمة، لا يغتابه ثم يغتابه. هذا كله لا يخفى على الله عز وجل. تظهر الشفقة، تدعو له، عام نفسك غاير على الدين، ها اللهم لا تكتب علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. إذا كان يكره أن تذكره بهذا وهو غائب فقد اغتبته، ولو كنت صادقا بما تقول.